مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع التغذية الأساسية لنمو الطفل. نتكلموا على لي زاليمون اسونسييل بور لا كرواسونس دو لانفون. بزاف الأمهات خاصة لما تكون في فترة الرضاعة وليدها يكبر شوية ما تعرفش واش تعطي له. منظمة الصحة العالمية الوامس الغوكوموند ناليتمون ماتيرنيل يعني رضاعة طبيعية حتى لست شهور. يطيبي في الدار وتسني ولادك بفارغ الصبر على الفطور باش تجتمعوا كامل وبعد يجي واحد فيهم يقول لك ما ناكلش. الام هذه ما تقدرش ترضع بون تقدر دير بيبون مي كيفاش راح دير هذاك البيبون لو بوتي. حصتكم الاسبوعيه ولادنا تحت جناحنا الموجهه للاولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع التغذيه الاساسيه لنمو الطفل لي زاليمون نيسيسير ا لا كرواسونس دو لانفون. من 0 الى 6 شهور حليب الام ما فيش نقاش. التغذية مهمتكم، الأم ذكية نتكلوا عليك يا سيدتي، لازم تغذي أولادنا اللي هما أولادكم وراهم تحت جناحنا. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا حصة جديدة تخص الأولياء تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.